عسلامة، ان شاء الله تكونوا كلكم بألف صحة وخير. اليوم كالعادة رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم باش نحضروا مع بعضنا حاجة نعملوها برشا في الشتاء، نعملوها زادة كيف كيف في رمضان. من المهم تكونوا عرفتوها من المكونات، إلا زادة تكونوا عرفتوها من التيتر اللي حاطت فيه. اليوم باش نعملوا مع بعضنا شربة عدس أحمر، وتو ديريكت نمشيو مع بعضنا المقادير. حنا تشوفوا لنا عندي عدس أحمر وإلا عدس برتقالي، لأن حسب التقريب عندي 150 جرام وإلا 100 جرام عدس. نستحقوا سفنارية وإلا جزر باللغة العربية. عندي بصلة متوسطة، سنتين ثوم. بالنسبة للفحات باش نعمل ملح، كركم، فلفل أحمر، فلفل أكحل، ولنا عندي طماطم معجونة وزيت نباتي. كما تشوفوا هذوما هما المكونات، ما فيهم حتى شيء. وتو ديريكت نمشي مع بعضنا لطريقة التحضير. كما تشوفوا لنا اول حاجه باش نعملها، لنا خديت كميه العدس نتاعي. كما تشوفوا سبيت له كميه باهيه نتاع ماء. لنا بالنسبه للعدس كيف باش نحطوه في الشوربه، ردوا بالكم ما تحطوش كيما هو. كما ريتو كي حطيت له كميه باهيه نتاع ماء، سيب كيما نقولوا احنا كيما نشي الماء معناه نتاع العدس، ما قادش اللون نتاعو ترانسبارون. ورنا على جنب خديت الطنجرة اللي باش نطيب فيها الشوربة نتاعي، لنا حطيت فيها كمية باهية متاع زيت حسب تقريب 3 مغارف كبار متاع ماكلة زيت نباتي. بالطبيعة انتم كانكم مستانسين ديما نقول معناه بزيت زيتونة وإلا بزيت مخلط، تعملوا بالحاجة المستانسين بيها. وكما تشوفوا لنا خديت البصلة نتاعي، كما تشوفوا قصيتها هكا جويدة على الاخر، تحبوا تقصوها جويدة ولا خشينة راهو مش مشكل. من بعد ديجا الشوربة نتاعنا راهو باش نرحيوها بالباهي بالميكسور، معناها حتى لو كان قصيتوها خشينة مش مشكل. وكما تشوفوا لنا بعد ما قصيت البصلة نتاعي جويدة على الاخر، لنا كيف كيف زاد خديت سنتين ثوم باش نقصهم زادا هما بالسكينة. لنا على فكرة بالنسبة للثوم راهو ما ترحيوش والا ما تفرموش، سينو يسيبلكم مطعم قوي برشا. لنا جوست حشتنا بالثوم باش يسيبلنا الكو الخفيف اللي يكون فيه. لنا بعد ما قطعتك البصل والثوم، لنا على فكرة بالنسبة للغاز راني حلته على نار واطية على الاخر، أوطى حاجة معناها موجودة في الغاز نتاعي. وتو باش نفوحوا مع بعضنا الشربة. كما تشوفوا حطيت ملح، فلفل أكحل، فلفل أحمر وكركم، هذوما هما الفحات اللي استعملتهم. وباش نخلطهم بالباهي مع بعضهم، وباش نضيف زادة سفنارية. لنا بالنسبة للسفنارية كما تشوفوا قصيتها هكا روندلات، وباش نخليها دوما تتقلى شوية معاهم، ومن بعد باش نمرق بالكمية الكافية متاع الماء. على فكره بالنسبه لشوربه العدس، فما شكون يحب يعملها بالطماطم معجونه، يحبها كم فوحه، فما شكون ما يحبش يفوحها ولا ما يحطش فيها زاده طماطم معجونه. الحاجه هذه تقعد لكم حسب الرغبه. ولنا جوست حبيت نشارك معاكم طريقتي، معناها كيفاش الشوربه نعملها. وكما تشوفوا لنا العدس كما ريتو سايب كميه باهيه نتاع ماء، بتبيع الماء هذاك ما نستحضوش بيه، معناها ما نحطوش في الشوربه. نحيت منها الماء هذاك وحطيت العدس نتاعي مع بقيه المكونات. وكما تشوفوا لنا دوما حطيت كميه العدس، لنا باش نخليه يتقلى جوج شويه هكا هو، ومن بعد باش نمرق بالكميه الكافيه نتاع الماء. لنا مرقت بماء سخون يغلي باش نمرق الكميه الكافيه اللي باش تطيب لنا العدس ساكت سفناريه. والشوربه هذه راه ما تستحقش برشا وقت في الترتيب. هكا كيف تشوفوا العدس نتاعكم معناها هبيه بالباهي، كيف كيف زاد سفناريه تابت، وقتها الشوربه نتاعكم بالطبيعه تكون حاضره. على فكره حاجه اخرى نسيت باش نقولكم عليها، راه بالنسبه لشوربه العدس فما شكون يحب يضيف لها معناها البطاطا. بالنسبه ليا الحقيقه نحب نعملها جوج سفناريه وعدس تجيني بنينه على الاخر. بالطبيعه انتم كان تحبوا تحطوا فيها البطاطا لكم حريه الاختيار، وديما نقول كل واحد وحسب الرغبه وحسب الذوق نتاعو. كما تشوفوا هذه الشربة نتاعنا بعد ما حضرت، انا خليتها عملت ساعة غير ربع ما شاء الله. كما تشوفوا كمية الماء اللي حطيناها لها من بكري، الكل معناها شربتها اكل العدس السفنارية. حسيو ما نحكي لكمش عليها قداش بنينة على الاخر. لنا بالنسبة للون نتاعها راه لونها اورانجي، جوست الكاميرا معناها ماهيش موضحة معناها اللون بالباهي. وهذه كما تشوفوا الشوربه نتاعي بعد ما حطيتها في طبق تقديم، لنا مقلي كان باش نرحيها هكا شويه بالميكسور وتكون حاضره. لنا على فكره بالنسبه لشوربه العدس راني ما نحطش فيها كمون في الاخر، ديما نحب هكا سامبل معناها جوست لفحات اللي قلت لكم عليهم مع طماطم معجونه مع بصل وثوم، معناها ذي اللفاح اللي نحطه لها. كما تشوفوا باكا نكون وصلنا نهاية الفيديو نتاعنا بالنسبة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة ونتري ذاكم. كالعادة ما تنسيش بالشاجوني بلي لايك وبلي كومنتير نتاعكم الحلوين. وطعم قليل كم شغلكم بالسلامة في أمان الله، وإن شاء الله ملتقانا في وصفة تخلين.